طيب شو اللي خلاك ترجعي عن قرار اعتزالي؟ جمهوري جمهوري ما خلاني، الله وكيلك، اجتني اكثر من 60,000 رسالة من المعجبين عم يطلبوا فيها اني ارجع عن قرار اعتزالي، وتظاهروا قدام بيتي، وفي منهم طلاب كمان اعتصموا بالجامعات لك واضربوا عن الطعام. وبالفعل بالفعل كان يوم تاريخي. عفوا ست جاهناز، ممكن اعرف شو سبب تعلق الطلبة فيكي؟ السبب انه علاقتي فيهم كانت حميمية كتير، كنت اعطف عليهم وعلى قضاياهم. يا ستي الله يطول عمرك ويديمك زخر لهالوطن. وبالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، مو بس حضرتك اللي استقلتي بقصد اعتزلتي ورجعتي بناء على طلب الجماهير، لا في مسؤولين كبار اعتزلوا مناصبهم والعمل السياسي كله بعد النكسة، ثم رجعوا لمناصبهم رضوخا لرغبة الجماهير. فعلا يا سيدي، أنا بعتبر هالمسؤولين قدوة. ما في شك، لأنه الإنسان يا مدام شاهناز بيقتدي دائما بالعمالقة. أول شو لقلك شغلة إذا سمحت. تفضلي. صحيح أنا رجعت عن قرار اعتزالي بناء على إلحاح الشارع العربي، بس كمان بالمقابل أفلامي كانت تجيب للبلد قطع نادر وعملة صعبة، وبصراحة أنا خفت أحرم هالبلد من المصدر المهم، منشان هيك كانت استجابتي للرجعة للرأس سريعة كتير. يا ستي بارك الله فيكي ويكثر من أمثالي، وشكرا لهالدافع الوطني، وفعلا قرارك تاريخي. وبهالمناسبة يعني بحسن أقول إنه نحن ممكن نلاقي مسؤول سياسي بكل بساطة، بس ما ممكن نلاقي فنانة مثلك عالطالعة والنازلة. إيه ما ممكن، شو الحكي؟ طبعا لأنه ما في إلا شاهناز سبتيك وحدة. طيب خلينا هلأ ننتقل للصناديق الزجاجة، ممكن تشرحي لنا لو سمحتي؟ تفضل. هاي البدلة رقصت فيها بعيد الثورة. حلو جدا، اللون الأخضر بيوحي بالازدهار والنماء. وهاي البدلة رقصت فيها بعيد الأرض. فعلا معبرة مدام، لون ترابي معفر. تفضلي تفضلي. هاي البدلة رقصت فيها بكل سنة 78. أيوة. كانوا عم يحتفلوا بالمناسبة فوزا على المكسيك بكأس العالم. حلو جدا. طب مدام شو قصة هالطبلة المفقودة؟ وشو سبب احتفاظك فيها بمتحفك؟ هاي الطبلة انفختت في ايد الطبال الله يرحمه محسن الكتاب. الله يرحمه. يعني كانت ايده تقيلة على الطبلة، الله يحسن اليه؟ لا، بس كان في عندي حفلة لدولة بادلتين بمناسبة انتهاء المؤتمر الآسيوي الإفريقي، وكان وقتها رئيس وزراء بادلتين الآسيوية حاضر الحفلة. نوازل جام غضبه؟ بالضبط، صحيح كان محبوب من شعبه، بس ما إلك محل إلا وإلك ميت عدو، خاصة بالسياسة. صحيح، بس نوازل جام غضبه وللأمانة التاريخية له مواقف مشرفة كتير مع العرب مدام. مظبوط، هي معك حق فيه، وقتها كان رافع شعار الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. مظبوط مدام، صحيح، هالشعار كان موضة بهذاك الوقت. المهم يا سيدي، لما فات نوازل جام غضبه عصالي، حسيت انه بيصير مشاكل بين الخليط العجيب اللي حضران حفلتي، واشعر بدني من البرد، لانه لبس الرقص بخلي الوحده مو من البرد، في البرد الثاني من الرهبه. ايوه فهمت عليكي، من رهبه الموقف يعني. تمام، ولهالسبب اتفقت مع البلاط وقلت له